خليكم معايا لو سمحتم. أنا أكمل في الـ Intermediate Machine Learning ونكمل في الـ XG Posting. مفهوم الـ Gradient Boosting إنه إحنا حكينا إنه إحنا عندنا في الـ Ensemble زي ما متذكرين في حكينا طريقتين، طريقة الـ Stacking والـ Bagging. في الـ Stacking حكينا إنه في الستاكينج حكينا انه احنا بناخد different algorithms ولكن نفس الداتا سيت، تمام، وبصير انه بعمل فوتنج بيناتهم او باخد الافريج للمودلز اللي بتطلع معايا، تمام. اما الباجينج انه انا بركز انه انا عندي نفس الالجوريثم، تمام، ولكن هنا بيكون في عندي كل مرة انه او كل يعني كل موديل بيكون في عنده different initial data set بهذا الشكل، فبالتالي انه كل واحد بياخذ data set مختلفة. وعشان نفهم الموضوع اكثر، انه انا عندي retraining data فبروح بعمل build لام bags ام models، كل bag بتاخذ مجموعة من البيانات، تمام. الآن مجموعة البيانات هذه بروح بعمل عليها prediction وبروح بقيمها بال validation set، يعني بروح يعني بقيم هذا الموديل بال validation set. الآن الاكزامبلز اللي أنا غلطت فيها بروح بمررها للموديل الثاني، تمام، عشان إنه يتدرب عليها أكثر وبدي لها ويت أكثر، وبكرر هذه العملية بشكل تكراري لغاية لما انه اصل لكونفيرجنس معين، تمام. فالفكرة في الموضوع انه باخد انه في الفيرست ستيب انه باخد انيشيال سامبل من التريننج سيت هذه وببني فيها في باج 1 ببني فيها موديل، تمام، وبعمل بريدكشن للفاليديشن سيت. الاكزامبلز اللي انا فشلت في التعرف عليها فبروح باخدها على الباج الثانية او الموديل الثاني وبديها ويت اكثر، انه زي كانه انا اول مرة درستكم 10 مسائل الرياضيات، من العشر مسائل الرياضيات هدول انه انتوا جبتوا 3 صح و7 انه ما استوعبتهمش كويس، انه انتوا جبتوهم غلط، فبروح في الدرس الثاني انه انا بركز على ال7 هدول، تمام. في الدرس الثاني من ال7 هدول انه انتم استوعبتوا مثلا كمان 5 منهم و2 ما استوعبتهم مش صح، فبروح على الدرس الثالث اللي هو الموديل الثالث انه بركز على 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 المسالتين هدول وهكذا، فبتضل انه العمليه تكراريه لغايه لما انه اصل في النهايه لكونفيرجنس انه ما فيش انا عندي امبروفمنت نو مور، وبالتالي بروح انا باخذ الفاينل بريدكشن انا عندي هو عباره عن المين او الافريج بين هدول المودلز كلهم، وساعتها بروح بطبقه على التست. فهذه هي مفهوم الاكس جي بوستنج، بتعتمد على الجريدينت ديسنت، والجريدينت مفهوم الجريدينت هو زي كانه انا بعمل سيرش gradient descent، يعني ابحث على gradient انا وين حكي هي احد طرق الجريدينت ديسنت. الجريدينت ديسنت هي
انه انا بوجد الفكرة في الموضوع انه انا في عندي بدي اصل لمنطقة القاع. منطقة القاع انا عندي هي عبارة عن المنطقة اللي فيها اقل ايرور. طبعا هذا الكلام ممكن انه لانه هذا كذلك برضه مستخدم في النيورال نتوركس. أرجيكم إياه هنا إنه وفي لينك يعتقد إنه هذا بالضبط إنه أنا عندي زي ما تعودنا إنه الإيرور يفترض إنه هو يقل 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 لغاية مرحلة معينة يفترض إنه هو يزيد، تمام؟ طبعا هذا الكلام إنه في الـ 2D، إحنا بدنا نتخيله إنه لو كان أنا عندي في الـ 3D إنه بده يكون أنا عندي بهذا الشكل. فأنا على سبيل المثال لو كنت موجود في منطقة زي هيك بده يكون في عندي، بدي أوجد الاتجاه الأشد انحدارا. ليش؟ لأنه حيوصلني لأعمق منطقة أو لأقل منطقة بأسرع ما يمكن. طبعا اتجاهات السيرش أنا عندي ممكن أتحرك يمين، ممكن أتحرك شمال، ممكن أتحرك إلى الأمام أو الخلف. فالفكرة في الموضوع هنا إنه بدي أتحرك في اتجاه السيرش اللي لما أتحرك الخطوة الجاية إنه بيكون فيها أقل إيرور. ما دام أنا في أقل إيرور يبقى أنا على دحلة، يبقى أنا على انحدار. فعشان هيك بنسميه gradient descent، تمام؟ فباختصار الـ gradient descent انه زي كانه بدور على الباجز او على المودلز اللي بتجيب لي اقل ايرور، والمودلز اللي بتجيب لي اقل ايرور هي عباره عن سيرش بروبلم، تمام؟ فانا ببني في البدايه نايف موديل اللي هو باج 1، تمام؟ بعمل predictions، بروح بحسب اللوس اللي هو الايرور، وبروح بعمل ترين لنيو موديل وبركز على الاكزامبلز اللي غلط فيهم، تمام؟ بدي لهم ويت اكثر، بقول له خلي بالك هذول غلطت فيهم ركز عليهم، تمام؟ بروح بضيف الموديل هذا للانسمبل تبعي لمجموعه المودلز، تمام؟ بعمل بريدكشن وبكرر العمليه لغايه لما يصير في عندي كونفيرجنس. فهذه العمليه عمليه تكراريه. طيب هذا الكلام كيف ممكن انه احنا نسويه؟ نفس الداتا سيت تبعتي، نفس الاتريبيوتس تبعتي، جهزت الاكس والواي ورحت قسمت الداتا سيت، تمام؟ احنا ايش حنستخدم هنا؟ نستخدم اكس جي بوست اسم الالجوريثم، والاكس جي بوست هذا مش موجود في الاسكيلير، موجود في باكج منفصله لحال. فروم اس اكس جي بوست امبورت اكس جي بوست اكس جي بي ريجريسور، وفي عندي منه نوعين ريجريسور وكلاسيفاير. بعرف منه اوبجكت ونفس النظام بالضبط فيت، بعمل ترين للاكس والواي، تمام؟ وفي البريدكشنز ممكن استخدم الباكج تبعت الفانكشن المين ابسوليوت ايرور من الاسكيلير، وبروح بحسب المين ابسوليوت ايرور قديش جاب لي ايرور هنا 280,000. طيب حكينا سابقا على الباراميتر تونينج. هنا في باراميترز في موجود وممكن نعملها تونينج. ايش هي؟ النمبر اوف استيميترز اللي هي عدد الباجز تبعتي او عدد المودلز، وكذلك في عندي باراميتر ثاني اسمه ايرلي ستوبينج جراوندز. هنا محطوطه في هذا المثال 5، هيو في داله الفيت اديته الاكس والواي، وهنا اديت له باراميتر جديد اللي هو 5. شو بيعني هذا الكلام؟ لا اذا اخر 5 جملات ما صارش في عندي تحسن في الايرور، بلش يعني بتوقف، تمام؟ اخر 5 ايرلي ستوبينج جراوند، ستوب ايرلي يعني انا طلبت منه 1000 اتريشن، تمام؟ راح مشي 200، ومن 200 ل 205 ما فيش اي تغير على الايرور بالمره، فساعتها ما فيش داعي اكمل لل 1000. ستوب ايرلي ستوب.
تمام. وهنا الفاليديشن سيت بتساوي اديته اياها الاكس فاليد والواي فاليد، وهنا الفيربوز بتساوي فولس، هي باي ديفولت فولس. انا ممكن اديها رقم معين، اشي غير يعني اي رقم انتجر من الواحد للسبعة مثلا، لانه بتعطيني مستوى تفصيل اكثر في الرسائل، اللي هو مستوى تفصيل الرسائل في الستوبس اللي هو بيعملها. يعني على سبيل المثال هنا XG Boosting لا في مش عارف ليش بيطلعش. أنا عندي هنا هاي Most Recent Run، هنا بشيل هاي. هذه انا حطيت الفيربوس بتساوي 7، فمعنى ذلك انه مستوى التفصيل في الرسائل. شوفوا الرسائل اللي بتطلع ايش هي. هنا ايش بحكي لي؟ انه انا طالب منه 5 folds cross validation، تمام. وطالب منه كذلك انه هو يعمل لي كومباينيشن بين عده باراميترز، يعني عمل توليفه بين عده باراميترز. ايش هي الباراميترز؟ هيها اللي هو النمبر اوف استيميتور من 100 ل 1000، والليرنينج ريت من 5 من 1000 لغايه 95، والماكس ديبث من 16 ل 66. هدول كلهم التوليفات تبعتهم بيطلع 700 توليفه، 700 كانديديت، تمام. ضرب 5 بيطلع انا عندي 3500، فهو هيعمل 3500 تجربه. فهنا في التفاصيل لو انا حكيت له الفيربوس نو، فبالتالي هذه التفاصيل مش حيظهر لي اياها. انا بعمل هيك بضلني استنى، بعرفش هو شغال، جرب يخلص ما جربش. فبالتالي هنا ايش بقول لي؟ هيك خلص 120، هيك 192، من قديش؟ من 3500 لغاية آخر حاجة بقول لي أنا خلصت لك 3500 من 3500، وضليتني 150 دقيقة، تمام؟ لا نعم، هذه في الباتش سيشن بشغله زي هيك، وممكن اطبق اللابتوب واروح اشوف لي شغله ثانيه وبرجع بشوف ايش النتيجه تبعته. عادي في المشين ليرنينج، عادي جدا انه احنا نضلنا 3 ساعات او 4 ساعات في انه لما نحصل نتيجه. فبالتالي هاي الفيربوس. نرجع للفيربوس انه احنا فهمناها. ايش في عندي باراميتر ثاني اللي هو الليرنينج ريت. الليرنينج ريت انا بدي ارجع لهاي، انه انا كل ما زودت الليرنينج ريت كل ما خليت القفزات، انه شايفين هذه الخطوات اللي هي المسافه بين اكس 1 واكس 2 اللي هي قديش مسافه الخطوه تبعتي. انا ممكن اصغر الخطوات تبعتي فبالتالي حصل ابطا، ولكن انه اتجاه السيرش تبعي بيكون محدد بشكل سليم، تمام. وممكن ازود الخطوات تبعتي، حصل بسرعه للهدف تبعي، لكن ممكن اقع في احتمال انه لو كانت الفحجه ان صح التعبير انه طويله، لا ممكن انه مثلا منطقه الاقل ايرور انه هنا، والخطوه تبعتي انه هي واسعه، رحت جيت هنا، تمام. طب ماشي، طب ارجع تاني برجع هنا، طب ارجع تاني برجع هنا. فبالتالي زي كانه بيصير
تذبذب انه انا بضلني رايح جاي. اوضح لكم اياها هنا في الرسمه. تمام، انه انا اتجاه السيرش تبعي انه زي هيك، هذه المنطقه اللي فيها اقل ايرور، فبالتالي الخطوه تبعتي انه طويله او كبيره، فبالتالي انه النكست ستيب هنا. تمام، ضلك ماشي في نفس الاتجاه، النكست ستيب هنا. تمام، النكست ستيب هنا، لقينا الايرور زاد، لا ارجع ثاني، لا الايرور قال لا ارجع ثاني، لا ارجع ثاني، لا ارجع ثاني، فبالتالي بيصير انه هو بيتذبذب. فهذه هو مفهوم الليرنينج ريت. فالرينج تبعه من الصفر والواحد، كل ما كان صغير كل ما كانت الخطوات تبعتي اقل. تمام، لكن وكل ما كانت انه اكبر بيكون انه هو بينتقل للايرور بشكل اسرع، ولكن ممكن انه هو يتذبذب. فبالتالي ممكن اختاره الدبدب، اختاره انه هو يبدا عادي وبعديها ازغرب. فاحنا نرجع هنا، هاي الليرنينج ريت، ضاف الباراميتر هذا اللي هو الليرنينج ريت، حطه صغير هيو. تمام، وحط النمبر استيميتور والايرلي ستومينج راوندز، هيو عرفناها 5. الان في عندي باراميتر ثالث ممكن انه احنا نثبته 4. هيو، شو السبب؟ لانه سواء انا كنت بشتغل لوكال او كذا، انه بتعتمد على حد عدد السي بي يوز اللي موجوده عندي، وفي الكاجل هو اصلا بيدينا 4 سي بي يوز. واذا انتم شفتم هنا، اذا بتتذكروا انه انا في عندي هنا 3500 تجربه، فعشان يكسب الوقت ممكن انه هو يوزعها على 4 سي بي يو، فبالتالي بياخذ ربع الوقت. لو انا ما اديتوش انه السي بي يو بتساوي 4، بياخذ، لو اديته السي بي يو بتساوي 4 بياخذ ربع الوقت. تمام؟ لا، هذا على الكلاود، الكاجل بديني 4 سي بي يو. تمام؟ فهيك بنكون انه يعني عرفنا انه الجوريثم جديد، ممكن انه انتم تستخدموه في الهاوس برايس، ممكن يجيب لكم سكور اقل لو عملتوا تونينج للبارامترز تبعته، وشفت وصرتوا عارفين ايش البارامترز تبعته. تمام؟ فممكن تحلوا هذا الاكسرسايز. تمام، وبعديها المرة الجاية إن شاء الله بدنا ناخد هذا الدرس الأخير، وهيك بنكون خلصنا دورة الانترميديت ماشين ليرنينج. بعدها حسب الأوتلاين ديب ليرنينج على ما أعتقد، إذا أنا ذاكرتي صحيحة، ما بعرفش إذا ضايع في شيء. داتا فيجواليزيشن خلصناها، الانترودكشن خلصناها، الانترميديت كلاسيفيكيشن وريجريشن احنا اخذنا تايتانيك وهاوس بريدكشن. ممكن نبدا في الديب ليرنينج، او اذا حابين ممكن اديكم كومبيتيشنز ثانيه اكثر في الماشين ليرنينج، انه تشتغلوا عليها يعني تخلصوا الكلاسيكال وبعديها نبدا في الديب ليرنينج بدل ما ناخذ مواضيع جديده. ممكن انه نصها انه يعني اخليكم انه انتم تشتغلوا على كومبيتيشنز، والنص الثاني نبدا في الديب ليرنينج.